استاذه منى تتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك عامل ايه؟ نعمه وفضل الحمد لله. بعيد بقى عن المشاكل، بسال على حاجه بالنسبه للصلاه وكده يعني. اتفضلي. بس ادعي لي كده دعوه حلوه، ربنا يفرح قلبي. ربنا يفرح قلبك وان شاء الله يشرح صدرك ويرزقك رزقا واسعا عاجلا غير اجل ان شاء الله. اللهم امين امين رب العالمين. اولا بالنسبه انا والدي متوفي، الله يرحمه، فانا عايزه اعمل له يعني انا كده كده بخرج كل يوم حاجه لله بمبلغ بسيط كده ايه على روحه، بس مش من المعاش بتاعه، انا بشتغل وبخرج من عندي، هل كده بتبقى محتسبه عند ربنا ولا لا؟ ان شاء الله تبقى ان شاء الله في ميزان حسناته ان شاء الله. ان شاء الله. بالنسبه بقى لسوره الكهف اللي ما يقراهاش يوم الجمعه، هل هي ليها اولا وقت يوم الجمعه تتقرا فيها؟ نعم. واللي ما يقراهاش هل هي كده يعني فعلا يبقى مش زي ما بنسمع مش بتبقى نور من الجمعه للجمعه بالنسبه له؟ طيب اجاوب على حضرتك. يبقى اجاوب على حضرتك استاذه منى، احنا خلاص ان شاء الله ما تدفعي ان شاء الله لما تقولي دوت ان شاء الله لا اهب مثل ثوابي هذا الى ابي يصل اليه باتفاق ان شاء الله. الحاجه الثانيه ببساطه ان انت بتقولي من لم يقرا سوره الكهف على اسبوع يبقى ظلمه، لا، ده سوره الكهف لما يقراها الانسان تكون مزيدا من النور وبركه. في اسباب للنور كثيره، من اهمها من الاسبوع للاسبوع من اهم انوار، كل يوم في نور وكل ساعه فيها نور والسحر في نور والبكور في نور، كل دي انوار بتحصل في حياتنا، ما فيش مش هو مصدر نور واحد بس. احنا في ناس فهمونا ان مصادر النور بس هي الحاجه الواحده اللي هي لازم نلتزمها ونعملها، لا، في مصادر للنور كتيره جدا، منها ان سوره الكهف نور ما بين الجمعتين، حلو قوي، لغايه امتى؟ لغايه مغرب يوم الجمعه. طيب وإذا ما قرأهاش الإنسان إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجيب له نور من مصدر تاني. مش معنى كده إن هو لو ما قرأهاش يبقى يومه أسبوعه مظلم، ده كلام كله ما يصحش، لأن الله سبحانه وتعالى فضله واسع ورزقه واسع، ولذلك ما حدش أوجب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، ولكنها من السنن المؤكدة الذي كان يحافظ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.